لتتأفف من بيوت تملأها الفوضى. من أصوات الشجار بين الإخوة، من بحث أحدهم عن فردة حذائه، ومن آخر يصرخ طالبا مصروفا، من أكوام الجلي وأكواب الشاي على الصينية، من مصاريف البيت التي تكسر الظهر. من فوضى كل صباح والسباق على باب الحمام، من تحضير السندويشات وتمشيط الشعر ومسح الأحذية، من ترتيب البيت وشراء الأغراض وانتظارهم يعودون بأمان وتحضير الغداء. من واجباتهم المدرسية وتسميع الأناشيد وحل المسائل الحسابية، ساعات الهدوء التي تنتظرونها نهاية كل يوم حين ينام الصغار، والتقاط الألعاب المتناثرة في أرجاء غرفة الجلوس، ومسح الطاولة من آثار السهرة العائلية وفتات البسكويت. استمتعوا بكل لحظاتكم، فغدا سيكبر الصغار وستكبر الهموم، ستزداد الفتيات حساسية والفتيان ضخامة، وسيتباهون بالشاربين واللحية. سيبدأ كل منهم باختيار طريقه والاستقلال بتفكيره، بحياة جديدة تبزغ من قلب هذا البيت، بيت العائلة الكبير، وسيغادرون البيت واحدا تلو الآخر. منهم من يتزوج، ومنهم من يسافر، ومنهم من ينتظر أقرب فرصة ليحلق بعيدا باحثا عن حلم. يصبح المقيمون في البيت من ولدوا وتربوا ومشوا على أدراجه، وقرصتهم ناموسات الصيف اللئيمة، ارتفعت حرارتهم وسهرت العائلة للتناوب على وضع الكمادات الباردة. فجأة يصبحون ضيوفا، وكما بدأت العائلة بشخصين يافعين حملتهما السنوات ودارت بهما الأيام، تعود شخصين أديا رسالتهما، يجلسان على أبواب الانتظار على أمل أن يطل عليهما وجه أحد من الأولاد. دعونا نستمتع الآن، فسيأتي الوقت الذي نتمناهم بجانبنا كحال آبائنا وأمهاتنا. استمتعوا الآن بما تتذمرون منه.